سامي، شنو نرجع بيك للصغر؟ قولي شنو صار لك جمعة تتهورك؟ هذه بالحق من أقوى الطرائف اللي صارت لي في حياتي. جمعة تتهوري طهرت على روحي، نزلت معناها مطهر جديد، معناها جوي باهي. وكان تهورنا قبل لك 7 أيام وسبع ليالي بالزازة ومزود وجو حفالي، معناها دار ما مات في بلفوز طهرت، جونا أحلى جو. كان مناش تهور منه. بعد بنهارين باش نعملوا تو نهزوا اللي كنا ملمومين في دار مماتي باش نمشيو دار خالي نفس الجمعه، من هما مطهر جديد بك الجب. مشيت لدار خالي يا سيدي، وولد خالي اللي مشي طاهر، وتعرف اللي مشي طاهر في وقت ذاك راهو عباره وزير، عباره كلها تعمل له هيلة ماء. قاعدين يلعبوا في وسط الدار في الكوره، قالوا لي شد لنا اربيتر. قلت لهم لا مطهر، مطهر جديد حاجه عظيمه، مطهر جديد في عالم يا ودي شدنا ربيت. قلت لهم لا والله ما صار، مطهر ويلعب وخا نفرش فيكم. فما كانون ورايا ما ريتوش، قاعد نوخر 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 يا بابا، ونتدعثر فك الكانون ونقعد فوق الكانون. قسما بالله هو المطهر سامحوني كي بدا مطهر جديد مش بدا شاد الجبه هكا، انا قمت وليت شاد هكاك الجبه واقسم بدون الله. هذه صارت طرفه، وقعدت وقتها كنت جمعتين نرقد على جنب اليمين ولا اليسار، لا ظهر لا كرش، الزوز جو على جو. هذه ما ننساهاش، هذه ما تتنساش. عمري 5 سنين هذا الوقت. سامي كي الشباب الكل، وانت فما الناس اللي تغلط في سن المراهقه في الصغر، اما فما اغلاط كبيره واغلاط صغيره. مثلا انسان عزيز عليك يهدي لك حاجه ليك انت، يا اخي انت تمشي تهديها لحابط اخر تجي. الحقيقه هي تنجم تجي معاك انت، كيف معايا؟ كلشي معاك انت، بالنسبه لي انا ما تجيش. لا هي تنجم تجي ساعات، تجيك هديه من عبد، من عبد انا عزيز عليه، اما هو ماهوش عزيز عليا. نجم نعطيه انا العبد عزيز عليا، تقول لي هذيك هديه. ايوه هو عمل فاز يرحم والديه، وهكا جاب لي فكره باش نعطيه هديه، دونك انا تنجم تجي. هكا تنجم تجي بالنسبه لي. انت عملت؟ ما نتذكرش، اما نجم نعمل، نتصور نعمل. كيف ما نتذكرش؟ بلي ذكرني، نجم يكون عملت. مادام في مخي الحكايه تنجم يكون عملتها ونسيت. شكون هدا لك خاتم وانت هديته لطفله تحب؟ شوما لا هذيك مش هكاك عاد، هذيك صحيت انت جبت لي موضوع. هذه حكايه صارت 2005 ل 2006. هذه شفتها في فيديو من فيديوهات نتصور، فريق الاعداد شافها ما في باليش بها خاطر الحكايه. ديجا جاوتك سبونتاني على فاست الكادو. امي روحت من مصر جابت لي خاتم، وخاتم وقت مكتوب اسمي بالفرعوني، كانت لموضه الفاز هذيك 2005. وامي جابته لي، دونك خاتم عز علي. نقرا وقتها ايتود في حومتي في مورناك، تحيه لجماعه مورناك. ثم طفله من اللي قاعدين معايا قالت لي سيمي اعطيني نقيس الخاتم. قلت لها ها شد قيس الخاتم. قالت لي سيمي اعطيني روح نصور بيه تصور في الدار. قلت لها علاه تصور فيه تصور في الدار؟ قالت لي ما عادش ايه، وشدت صفيه صحيح شدت مسايب. قلت لها باهي شد غدوه صباح تجيب لي الخاتم. فهمنا فهم. غدوه صباح ما نقراش فرد كلاس، نحن في الايتود مع بعض. ما ريتهاش، ما جاتش الفرصه باش نراها. عاودت قابلتها كيما نقولوا في الاتود مع السيونس اللي بعد، والخاتم مش عند. قلت لها الخاتم مين؟ قالت لي في الدار تو نجيبه لك. قلت لها باهي. وغدوه كي ماشي نقرا روحي، هي وقتها مصوحبه شكون ما شاء الله، احنا صغار وصاحبها كبير قبل وكبير ما يتفرعش، رافي صاحبها لبس الخاتم. وانا وقتها كنت صغير خواف، تعرف اش خواف؟ قبل كي تروح لداركم، نحكي على روحي، نروح لدارنا مشكله، بابا نقول له عندي مشكله ثم فلان عمل لي، ما نستناش ثم فلان عمل لي. صرفقني انا، مش باش يخلي فلان يعمل لي، مش ملزق انت باش تخلي فلان يعمل لي. ما فماش، معناها كنا نخاف برشا من ديارنا. دونك كي تصير لي فازا كاينه كلها ديما نسكت ما نتكلمش. دونك فاست الخاتم سكت عليه. ريتو عند صاحبه وما بقيتش يا ربي شنو نعمل، يا ربي شنو نعمل. مشيت انا قريت طفله هاك الخاتم. قالت لي في الدار، قلت لك كيفاش في الدار وفي خاتم صاحب؟ قالت لي ماكش مصدق، بدي هاك في خاطر في يد صاح، ما حبش تفهم، اش عملت انا؟ تكتكتها مليح، في بالي تكتكتها مليح، مشيت لامها، قلت لها يا حاجه الصوره فيها وفيها، راهي بنتك نحات لي خاتم عطته لصاحبها. روحوش يوم في الليل امها وهي حكيوا في الموضوع، وجاي ويكا نسمع في الباب يدق بالسبت وقت، حاليت ما لقيت حد، بعد نسمع في كلمه سامي، تلفت نقد طفل صاحبها في راس الناجي عيط لي، قال لي هو قباري وانا خواف، مشيت له. قال لي اسمعني الخاتمه وفي يدي واحسب روحك ما ريتوش وانسى الخاتمه. قلت له سامحني صاحبي الخاتم تاعك، وسامحني كان خلقناك معناها، وبنخاف خوفني. قلت
رحت الدار عيطتك الويكاند قلت يا ربي شنو باش نعمل. صريح انت تو في حوار صراحه ما طرفتش صريح خوف. هذا خوي هذا كنت قلت لك ربي من على الخوف يكون تربيه مش خوف هو تربيه ما ربي ما نعملش المشاكل. هيك هو اول نهار في السمان بلوكي قصد ربي 8 نتاع الصباح نعدي انا ماشي دخلت الليسي نلقى الطفله ومعها شله تاع بنات ماخذين هكا التقويصه نتاع الليسي وعلى اليسار تحت بوتو نتاع نتاع الريزو السيد المحترم ومعاه شله عمري ما ريتها ونسمع في الطفله تعمل سامي يجي لحظه تحب على الخاتم يجي لحظه ايديها في الخاتم ايديها اليمين شاده به الخاتم قالت لي سامي يجي هو الخاتم التفت نلقى صاحبها مالت اللي قلت لك عليهم وهي من برشا بنات انا قمت بحذايا قالت لي تحب الخاتم قلت لها هي يد اليمين تعطي هكا معناها تشد بها الخاتم ويد اليسار تصرفقني بها بكف تضربني بكف اي غوشيير هي تصرفقني باليسار حسيت قلت لك تلمو ما بيت الحس الناس كلها كانت كيف فرد وقت وانا في الوسط ماكل كف لا نجم نعملها ما نجم نعمل حتى شيء كان باش نمس باش ناكل تريح كان ما نفهمش لازمني نعمل نعدي في الدور وين تحطيت امام الامر الواقع الامر الواقع الخايب برشا خايب يسمع انا حقي تظلمت عليه وتضربت عليه ما فهمتش قلت ما زلت خواف ليه تو لاباس تو الاعلام يخدم تو ماشي يدوروا بيك تو الحمد لله تو ماشي تعمل نسيون تاع كلوشارات ما عادش تعمل وليت عندك الاكتاف اي تتقوى بصفه هذيك تتقوى اي ما شاء الله والشهره الحمد لله به كنا حكينا على تجربتك في استوديو نوف وغيره لكن السؤال شنو الحاجه اللي ندمت عليها في تجربتك مع قناه التاسعه حاجه ندمت عليها هو ماهوش مع قناه التاسعه مع البرامج اللي تعدى في قناه التاسعه باش نوضحوها خير انا ما تعاملتش مع قناه التاسعه خدمت مع بوت برود تخدم تعدي في قناه التاسعه واضحي دونك دو سيزون الكل في الكل بلوس وستوديو نوف الحقيقه ما وشوف سؤالك باهي برشا على خاطر انا مثلا ما ندمتش خاطر خدمت وما خلصتش مانيش نادم اكسبيريونس حاجه باهي مش كل شيء فلوس تحسبها اما اللي ندمت عليه انه انا سمعت كلام في برشا حاجات سمعت الكلام في برشا حاجات نلقى روحي غلطت كي سمعت الكلام بار اكزومبل مرة ليميسيون تاع هادي زعيم 90 دقيقة استدعوني كلموني كلمت المعدة قلت لها راهو كلموني 90 دقيقة باش نمشي قالت لي انتردي واحد من التاسعة يمشي الحوار يا بنتي ليه انتردي كلمت المعد دالي وقتها قلت له دالي راهو انتردي وكان تحب تكلمها هي طول انتردي انتردي بعد بجمعة ونص ولا جمعتين نشوف عارب المزني في 90 دقيقة هو يخدم معنا وقتها في التاسعة معناها هنا واحد فرد واحد صن بعد الراجا دور الارتيست ومع هيدي زعيم في فكره سام دونك هنا واحد فرد واحد صن اش صار لينا من وقت من فاست لي هذيك يمكن عندي توا بريسك عامين ولا عام ونص ولا اكثر من عام ونص نحس في روحي بلاك ليست يعني انا نحس روحي ممنوع في قناه الحوار جرت قرار انا خذته بنقولها بالبهامه استانست نقول اي 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 على كل حاجه اوركي كان قلت تاخير وقت انا رفضت وقتها دعوات من زملاء في الحوار الحوار التونسي وينجموا هما يكونوا خذوا في خطرهم يقول لك يرفض في الدعوات ما عادش نستدعي انا تو في القرار باش نخدم في اي برنامج الشرط الوحيد ما يهمهمش فيا انا قناه نمشي كي نمشي انفيتي يستدعوا انت بالعكس في بلوس تو انت تخدم في تونس وباش تمشي الحوار باش تحكي على برنامج تونس ترويج البرنامج تحكي على برنامج انا في قناه اخرى معناها فيها بلوس علاش ديما نغزو لحاجه خايبه باهي هذه الحاجة اللي ندمت عليها علي على ما ندمتش على تصريحات دايوغ ثم تصريح هو اللي خلاني نخرج مثلا كان جيت معارس نسامح مرتي كي تخوني هذا تصريح انا بالحق تصدمت كي سمعت سامي دريد يقول فيه ما هو شو قالوا له قول هذا موقفك بالحق مش هذا حكايه موقف هي حكايه نحن نغزل ديما شطار الفارغ ما نغزوش للشطار المليان كان تبع الحلقه كامله تفهم الكونتكست اللي قلت فيه الجمله على الخيانه الزوجيه اللي كي تبدا راجل مهم المرت ولا المراه مهمله راجلها فما حتى شيء يبرر الخيانه لحظه مش مبرر مش مبرر نحكيو على الخيانه اللي بالمساجات تلقاها تحكي مع راجل ولا راجل خيانة. مع مرة. نوع تاع خيانه اللي ماهيش قراب مش تاع شدها مع راجل ما نحبش ندخل في اللي ديتاي دونك اللي حكينا فيه هذيك عملت لي برشا مشاكل انا الانترفيو هذاك عباره عن 6 سنين نخدم فيهم في الديجيتال نعمل في العبره بالانترفيو هذاك طيحت كل شيء في الماء خاطر العباد الكل تسب فيا وما شافوش البرنامج شافوا يعني ندمت اي هذاك ندم انا عملته مقتنع اما ندمت معناها سبحان الله كل واحد يغلط في حياته هذاك السبب الكبير اللي خلاني نتشجع باش نخرج من استوديو نوف اللي انا كان يمكن كملت فيه بجد ندم اكثر انستغرامك اللي القديم نحكي الناس كل ما انت وقت تتبعوا في فتره ما كيفاش نحرك انستغرامك وغيره اليوم بعد فتره عرفت شكون صاحب العمله؟
ما عرفتش شكون صاحب العملة، أما الانستغرام خليني نعرف شكون صاحبي مو صاحب العملة. صاحبك بو عملة. أنت عرفت شكون؟ لا لا ما نجمش نعرف، لا بالحق ما نجمش نعرف، خاطر أنا تنحالي انستغرامي وفيسبوكي فرد نهار، بان جانيك البان. عرفت ما تحبش تقول. لا 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 أنا قلت لك بالحق ما عرفت، أنا قلت لك عرفت شكون اللي صاحبي شكون مو صاحبي. سيرتو من الدومين عرفت برشا عباد صحابي. معناها شكون يوقف معاك؟ لا خاطر أنا قبل بانستغرامي تاع 500,000 كنت السبب الخدم لبرشا عباد معروفه، كنت انا انترميديير نجيب الخدم لبرشا عباد معروفه وكانوا يحبوني، هو يحبوني ما كانوا ديما معايا يسالوا علي. كي تنحالي انستغرام عملت انستغرام جديد باغ اكزومبل ما فماش وينهم تو ما فماش، معناها يشوفوا فيا يخدم فوالا هذيك هو من لوم حد، كل واحد حر في حياته. اما انا وقت فهمت اللي صاحبك هو سوق لك صاحبك بو عامله في الشده تعرف شكون صاحب، ومش لازم عليك تعمل معايا الباهي في الشده، حقك انك ما تعملش معايا الباهي ما نكرهكش. اما انا ما عادش نجم نرجع معاك كما انا كنت قبل، انا عارفهم الكل. واضح. ولا شكرا على صراحتك، نرجعوا ديكورنا العادي.